السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا متابعين، يا هلا والله ومسهلا بالجميع. اليوم عندنا لكم فيديو نبي نشارككم التجربة ومنها نفيد بعض بإذن الله. اليوم عندي لكم فيديو وإن شاء الله راح تستفيدون منه ومنها تجربة برضو، وأنا بعد جالس أجرب على نفسي. فالفيديو اليوم عبارة عن عندي تهريب بسيط جدا في دودة الدركسون، وعندي برضو اللي هو تبديل زيت الدركسون. كل هذه إن شاء الله بتكون خطوة واحدة. راح أوريكم التهريب اللي عندي الآن في الدركسون، راح نشوفه قبل علشان التهريب اللي عندي يعد من الدرجة الأولى ضعيف جدا، اللي هو هذا. شوفون الذراع حق الدركسون، هذا الذراع، شوفوا التهريب عليه، هذا هو الزيت. طبعا الزيت ما راح يبين شيء على يعني لو وقفت السيارة يومين ما ألقى تحت تنقيط ولا شيء. فاليوم عندنا المنتج هذا، أنا بحثت كثير، عندنا المنتج هذا نبي نجربه. يقولون للزيت الضعيف، الزيت الضعيف يقولون انه زين له، يعني مثل التهريب اللي عندي. عندك تهريب قوي ما راح يفيد معك ابد. طبعا لا تقولون دعايه ولا تقولون شيء، راح نجرب نشوف اليوم خطوات واحده واحده. وبعد 3 أسابيع من يوم انزل المقطع ان شاء الله راح اكتب لكم تغريده واثبتها ونشوفها، اقول لكم هل هو زين، هل هو نفع، ما نفع، ما اقدر انا احكم عليه ابدا. ونجرب ونشوف لعل وعسى. المنتج الثاني هذا، انا صدق يوم شفت هذا معروض قلت باخذ هذا معي على الدرب لعل استفيد من هذا، يسمونه محسن. هذا المحسن يقولون زين لصوت الدركسون، الونه وما الونه، ينعم التروس وما التروس. هذا نحط كميه بسيطه مع هذا، وما راح نزود ان شاء الله. انا ما عندي ونه بس ابي احطه احتياطا. هو زين يعني حتى لو ما عندك ونه ما يسبب لك مشاكل ابدا، ويطيل بعد بعمر اللي هو الطرمبه من الكتالوج اللي مكتوب فيه. راح نشوف عاد اليوم ان شاء الله الطريقه. طبعا الخطوات، اول شيء تقوم به، هذه عندك علبه الدركسون، اول شيء نقوم نفضي العلبه حقت الدركسون من الزيت. هل اذا فضيت العلبه هذه خلاص؟ لا، باقي اللي طالع من الليات من الدوده لازم تفرغه برضو لان في زيت قديم. فراح نشرح لكم الخطوتين كلها باذن الله، وان شاء الله انكم راح تستفيدون. وخلوكم معنا. بشرح لكم اللي هي العلبه هذه فيها ليين، لي رايح لطرمبه الدركسون ولي رايح للدوده، حركه دوران، يدور الزيت ويرجع للعلبه هذه. في واحد من الليات هذا اللي جاي من الدوده وليس اللي طالع من الطرمبه، اللي جاي من الدوده راح نفكه ونحطه في العلبه هذه، يصير الزيت اللي يدور نبي نفرغ القديم هنا. الطريقه ما نخليه يرجع للعلبه، نخليه يصب هنا وناخذ الزيت القديم ونذبه. اذا شفنا الزيت خلص راح نحط الزيت الجديد علشان نتخلص من الزيت القديم. هذا زوم هنا تعا شوي، هذه هي الليين تشوفونها، هذا اللي جاي من الدوده الأول شوفونه اللي هو فوق، الثاني تحت، هذا هذا اللي رايح للطرمبة، هذا ما نبغى يعني الآن، نبغى شغلنا على هذا فقط. الحين بنفرغ اللي هو الزيت اللي هنا معنا العلبة هذه، مسوينها بهالحركة. راح إن شاء الله نشفط الزيت بهالطريقة وإن شاء الله نتنجح معنا، إن شاء الله ما يتعبنا أبد. بسم الله، راح إن شاء الله الحين ما في رمل أبد، ها شوفوا أثار النفود، لكن إن شاء الله أمور زينة. نبي نجرب هالحركة إن شاء الله، نشوف، نخليه يكسب هواء بعدين نشوف. سلام يا سلام، شوف الزيت ينقص معنا كذا. طريقة سحب اللي بالعلبة الآن، إذا خلصنا منه راح نجرب اللي هو ف شو اسمه، لا إله إلا الله، اللي في الليات. رجعنا الزيت شكلنا كله، سحب 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 سحب، يا سلام سلم، يا سلام سلم، ما شاء الله. خلصنا الآن من اللي في العلبة، سحبناه كله، أيوة جعله بالعافية، أيوة. هذا الحين بفرغ هذا اللي بالعلبة وبحاول إني بقدر المستطاع انظفها يعني مره عشان ما يطلع لنا تهاريب تحت في السياره، واذا مشيت يطلع لك ريحه يعني وشو للواحد. اي ما في تنقط هنا ابد، اسمع لي هواين، خلوكم معنا شوي. الحين سحبنا اللي بالعلبه كله بالطريقه هذه، بعض الناس يجيبون الابره المعتاده، عاد انت شوف اللي يريحك يعني. خلاص سحبناه، نبي نفك الحين اللي هو اللي هذا علشان نطلع اللي جوا الدوده ونشوف الطريقه ان شاء الله المناسبه. هذا اللي يسمى القفيز راح نفكه ان شاء الله بهالطريقة. المشكلة عندنا البطارية الإضافية شوي متعبة، دقيقة ضيق علينا شوي البطارية الإضافية، نحاول ننزل هذا بس
ايوه نزلنا بهالشكل خلاص الان يطلع معك باليد. والله البطارية بعد مثقلة، بس امسك بيديك الثنتين عشان ما تكسر القاعدة. يعني تخيلوا البطارية من موجودة كان على طول في دقيقة نطلع. بنحاول فيه ان شاء الله ونكمل لكم التصوير. الحين ثبتنا العلبة هذه وحطينا الليف وسطها زي ما تشوفون علشان نفرغ الزيت القديم اللي في الدودة. العلبة خلصناها زي ما شفتوا في المقطع السابق، لكن في كذا طريقة. بعض الناس يدق سلف ويعبي زيت ويخلي الزيت يدور ويصب هنا، وبعضهم يدق سلف على طول ثانيتين ويخليه يصب. انا ما انصح انك تشغل والعلبة ما فيها زيت ابد، لان موضوع الطرمبة حساس جدا. ففي طريقة اللي بنسويها نخلي الدركسون يلف يمين ويسار، صح انه ثقيل والسيارة طافية، لكن ما عليه. ونبي نشوف اذا لفيت يمين ويسار يطلع الزيت اللي في الدودة، نشوف هذا يصب ولا ما يصب. نبي نجرب. وفي حركة نقدر نحن نفصل البواجي ونخلي السيارة تدق سلف بدون ما تشتغل، تدور الطرمبة حقة الزيت ويصب الزيت. لكن نبي نشوف كذا طريقة، اللي ينجح معنا واسهل هو اللي راح نختاره باذن الله. يلا الان لفلف يمين ويسار، الله يعينك على ثقل الدركسون. شوفون الزيت لف، ايوه اي لف لف، هذا الزيت القديم اللي في الدوده. رح عافيه عليك، رح روح. ما شاء الله زي ما انتم شايفين نلف يمين ويسار، هذه الحركه امنه. شوي 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 يا حبيبنا، دلين اوفر مار. روح والله يا هو زيت من بعد مطمل. يلا عطى شوي، نبتل على الحركه هذه الين يخلص الزيت، ثم عاد نعبي الزيت الجديد. كمل. شوفون الزيت كل هذا في وسط الليات. بعض الناس يحسب الزيت يكون هنا موجود بس، يشفط اللي هنا ويعبي زيت جديد، يقول ليش الدركسون ما فرق معي. حتى في التغيير السنوي سووا الحركة هذه أفضل شيء. كمل كمل إلين نشوف معك الزيت كل ما لو يقل. الآن تشوفون استمر. شفتوا الان خلاص ما عاد في شيء واجد، صار ياخذ اللفه بالكامل ولا يطلع الا قليل. زي ما قلت لكم نبتل على الحركه هذه الين اللي خلاص يتقفل، ما عاد يصير فيه اي زيت. بعد ما اخذنا راحه كمل اللفه نشوف. شفتوا الان خلاص ما عاد في شيء قليل. ايه كمل كمل، خليه لين يسقع الدركسون اخر شيء. خلاص تقريبا الان انتهينا، خليه يطلع بعد الهواء. خلاص يا حبيبي بس بس الان انتهينا من المرحله الثانيه اللي هي تفريغ الليات اللي بالدوده كامله، الدوره كامله. البعض ينظف العلبه هذه زي ما ذكرت لكم في السابق، يحسب هي كل شيء خلاص اذا خلصت نخلص. لا، المصيبه تحت كلها. يعني هذه ما تشكل شيء من اللي طلعنا هذا. هذا هو اللي موجود جوه مترسب والوصخ عليه كله، اللي في العلبه دائما يكون نظيف. وشيكوا برضو على العلبه، بعض السيارات تكون وسخه، في كل علبه هذه غسلوها بالبنزين يصير فيها فلتر داخلي هنا صغير، نظفوه يضبط معكم. طبعا هذا زيت عندي في المستودع، هذا حق الوكاله. ما ادري انا خايف الموضوع ما اخفيكم، ودي احط شوي من هذا، ما ودي اخلي هذا كامل. انا مو احطه كامل ما في اشكاليه، لكن لازم نحط شوي، لازم لازم شنو في الخاطر، ونجرب بعد نشوف ان شاء الله. هذا هو الزيت اللي طلعناه في البداية من العلبة، وهذا اللي طلعناه من الدودة. شوف اللي من الدودة كثير، شفتوه؟ طبعا ترى زيت التويوتا الوكالة ما يجي لونه احمر، يعني البعض ممكن يحسب السواد هذا انه مرة مرة دمران، يجي لونه تقريبا زي البني الغامق. فهذا هو لونه اللي كنت تحسبونه يعني مع الوقت، انا ابدله تقريبا كل سنة. عبد الرحمن وش اسباب التهريب اللي جاء عندك الخفيف هذا؟ الموتر انا بدله كل سنة، أنا ركبت الكفرات الكبيرة الحجرية تذكرونها، وقالوا لي ناس كثير تراها تضر، وغرس ذاك اليوم في النفود مع اللفلفة يمين ويسار لعلي حسيت إن الدودة شوي زعلانة. وقفت وشيكت شفت فيها تهريب بسيط، وقفت وعرضتها للبيع وبعناها الله يبارك الرائحة يا رب، وركبنا الجنوط هذه الصغيرة. زين إن الواحد يشتغل في بيته يتعلم، وها هون جاب العيد. أنا مريت كذا مركز اللي بدلوا زيوت، تدركهم قالوا لي قالوا نبدل لك زيت الدركسون الحالة ب 300،
يعني انا مشتراي للزيتين هذه ب 160، يعني شغلي خلينا نقول ساعة صدر يعني 160 ريال، والزيت هذا يعني يمكن افضل من موجود عندهم. هذا هو الان الزيت اللي راح نحطه اللي هو مانع التسريب، الله ينفع به. بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. وش بلا هي من الظهر يقطمه، نجيب سكين. اي هذه السكين اظنها، خلي الدعوة اليوم بسم الله شكل بطشر في وجهي. شفتوا يا شباب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه زوم من تحت، تعال من تحت من هنا ازين. هون هذا هو الزيت تشوفونه، هذا هو المعالج. راح نصب العلبة كاملة. طبعا يا شباب يفضل انكم تعبون الزيوت قبل ما تشغلون السيارة، لا تشغل السيارة والدودة فاضية او العلبة فاضية ابد، لان ترى الطرنبف من النوع اللي حساس جدا جدا وماصلة في نفس الوقت. انا صدي الربع اكره مالي دركسون ونته اموره، صح انه يتوظف وزين، لكن سبحان الله ما قد خبرت احد وظف دركسون وعاش معه ابد الا قليل. ترى هذا الزيت الحين نبي نشغل وراح ينزل الزيت بالدور الطرمبه بينزل ونعبي زود. يلا شغل الان بينزل الزيت. شغلنا ان شاء الله بسم الله وعلى بركه الله. بيطلع ولنا بسيطه في البدايه. شفت نزل بسم الله. طف المكيف، ناسين المكيف. طف الموتر، شعله بالعافية. شتو نزل. انا ليش طفيت الموتر؟ احتياطا، ما احب انه يعني احتول انه ناقص. ترى الاحتياط زين يا شباب، بعض الايام تتهاونون بالشيء ثم ولك جايب العيد. احنا نحط مجال شوي بس للمحسن اللي هو هذا اللي يمتلي، ثم نبلش نروح ننقص. يعني ما ادري الصدق، يعني المفروض ان احنا قايسين من البدايه كم ال شو اسمه. فكه تكفى، هذا بات يدور بوش. فكك اعطى ذيك الحركه. ايوه عافيه عليك بسم الله جعله بالعافيه. ظهر الدركسون اليوم بينزل براسه. ايه اسباب تكفى، يلا ما عليها. ايوه بس كافي مو ترى ما في الا العافيه بس، يعني انه لازم دق سلف. الله لا يهينك، نبي نحطه تحت لا يهينك. بعد نجيب العيد صدق. دقيقه بسم الله يبي ينزل بعد. طف يا عبد الله. خلاص نعبي بعد الحين، الله ينفع به. سنطلع لنا حس ما ادري وشو ولا، لكن ما عليه، ترى هذه بدايه العافيه ان شاء الله. بسم الله نشغل الحين. المفروض نحن بعد نسكره. ايه دق شوف. بس خلاص طف. نعبي برضو، هذا تقريبا قضاء. خلص الحين بنزوده بحق الوكالة افضل شيء. بسم الله مع السلامة. اطلع روح دق سلف، هذا حق الوكالة الان. هم الصدق ما قالوا لي، بس هذا يعني شيء من راسي، يعني ان شاء الله ما عليه خوف. يعني ما ودي اكثر ذاك، انا ما ادري صراحه، ترى مثلكم يا ربع لا تلوموني. بسم الله لف يمين ويسار. في صوت شوي، بس نخلي شغال شوي. باب خلصنا وعبينا، لكن اكتشفت شيء ان فيه ون في الدركسون صراحة. بيني وبينكم انهبلت، هذا الظاهر اني مزود منه واجد، اللي هو الثقيل اللي هو مانع التهريب. سحبت الكمية هذه منه، شفطتها بعد ما صبيتها، شفطتها
لفلفت بالدركسون قبلها فيه ونه وخفت الصدق، قلت ما ودي امشي عليه، ممكن اني انا ما عرفت استخدمه، لازم امشي على الموتر، بس ما حبيت اني امشي فيه ونه. طفيت الموتر، سحبت هذه، زودت اللي سحبته هذا بمحسن، اختفى الصوت والامور ان شاء الله زينه. الله يسمع. عاد هذا نبي نحطه ان شاء الله على سياره ثانيه فيها ونه، وراح نشوف ان شاء الله راي راعيها، وما عنده تهريب عنده ونه، بس راح نشوف راعيها وش يقول، والله يسهل. لفلف يا حبيبنا، شوف الان زبط الحمد لله، ما عاد فيه لا ونه ولا شيء. هذا ثقيل الصدق، وخفت انا على الطرمبه، ممكن يكون شغلي خطا، المفروض اني اخليه يمشي على الموتر، بس ما حبيت اني امشي على الموتر، حبيت اوضح لكم يعني. يعني ما ادري انا الصدق سحبت الكميه هذه الاخيره زي ما شفتوها وخلاص تمام، اللي في العلبه فقط ما زينا شيء غيره، الباقي كله كملته بمحسن. الله ينفع به يا رب. وفي نهايه الفيديو اقول الله يوفقنا وياكم، سهل امرنا وامركم، وان شاء الله نحن قدمنا لكم شيء يفيدكم. وراح ان شاء الله اكتب لكم في بعد كم اسبوع اذا بغسل الزيت اللي تحت هذا اللي على الربل، واشوف اذا وقف التهريب. قلت يا شباب تراه فادني كثير ووقف التهريب، ما وقف قلت يا شباب ترى ما وقف، ولا تشترون ولا تخسرون انفسكم، روحوا غيروا اصلاح دوده. طبعا خلصنا من الفورشنر، عندنا الهالكس 2006 الديزل فيه ونه يقول رايي، قلنا مدام معنا المحسن نجرب، نبي نشوف هل ونه هذه قويه ولا ضعيفه. شغل وش ذا شرارة الماكينه، ان شاء الله وصلت لذاك. يلا لف، لفيتها ما في موتر، كلها العافيه بالحلال، مخربه ما في شيء يا حبيبنا، موسوس. تسمعوا شيء انتم؟ ما تسامكين الديزل، احسها والله ما في شيء. لف اشوف، سك سك الكبوت والحقني، عطني بس من لطفاتي وقشي، ما في شيء والله. ما دامك مصر طف الموتر، يقول وانا امشي يطلع ونه، هم وانا واقف لا. عجيبه، يمكن اذا حميت الطرمبه، ممكن انها يصير منها، لكن نبي نسحب زيت شوي منه نحط له ملطف، هذا ما نحتاجه، هذا يربع قضينا منه، هذا ما نحتاجه الا في اوقات التهريب فقط، ونشوف حتى الله ينفع به، والله ما ندري وانا اخوك. يلا لا بس عطنا علبه نشفط، عطنا نبي نشفط، وين انت عجل مره كينك، ما شاء الله ما فيها تهريب. بس يلا بسم الله، صح ما طشرنا على الماكينه كبد او فدوه جت على ذي. اي والله هذا البقعة اللي فيه ماكينه بلاك ستون، ان شاء الله نبي نسحب شوي منه ثم نحط لك المحسن الحاله، والله ينفع به، وعلمنا عاد شو يصير معك. الحين خلصنا من تفريغ الزيت، نبي نحط المحسن لحاله لحاله، بسم الله الله ينفع به يا رب. انا مو تكثر ما في شيء تو والله، من بس عاد انت ادرى، قضينا هالمحسن اليوم لين حد الماكس، صلى الله وبارك. راح شغل موترك وسك كبوتك ونشوفك على خير. مكينك والله يا هي ترقص، حنا اليوم ما ندري يا نخرب مواترنا يا نزينها، لكن ان شاء الله الله ينفع بها. هذا خلصنا منه خلاص، اصلا خلص هذا، هذا بقي فيه شوي، ان جانا احد نبي منه اعطيناه محم خالفين. وفي نهاية الفيديو نسلم عليكم ونقول حياكم الله بالسناب، ولا تنسون اللايكات والاشتراكات وانشروا المقطع، ونشوفكم على خير بإذن الله بعد 3 أسابيع. تعالوا للردود تلقون رد مثبت، ما نسيتكم بإذن الله، وأعلمكم هل التهريب وقف ما وقف، وشو بغيت أشربه، وشو أموره ما أموره، والله يسهل. في أمان الله، سوداتكم الله.